السلام عليكم متابعي قناة الوصفات الزوجية، مرحبا بالجميع. وصفتنا اليوم وصفة مفيدة ومهمة جدا، لذلك فضلا وليس أمرا اضغط على إعجاب للفيديو واشترك بالقناة وفعل زر الجرس، ولا تنسى مشاركة الفيديو مع أصدقائك حتى يستفيد الجميع بإذن الله. وقبل البدء نريد أن يصل هذا الفيديو إلى 1000 لايك. لنبدأ. مكونات الوصفة: عسل النحل، زيت القرنفل، زيت الجنسنج، زيت القرفة، معجون الأسنان. جميع الوصفات التي يتم ذكرها في قناة الوصفات الزوجية من مصادر موثوقة موجودة في الوصف، ونرجو مشاركة هذا الفيديو لكي يستفيد الجميع. فازلين، يتم الآن تحضير الوصفة عن طريق خلط المكونات كاملة مع بعضها البعض للحصول على النتيجة المطلوبة. نرجو منكم أن تضغطوا لايك للفيديو واشترك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله. بما أنك قد وصلت إلى هذه اللحظة من الفيديو فأنت من الأشخاص المميزين جدا في قناتنا، شكرا لكم. نتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. جميع الحقوق محفوظة لقناة الوصفات الزوجية. نرجو منكم أن تضغطوا لايك للفيديو واشترك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.